لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم مازال القمر معاكس لغاية الساعة 3:15 العصر، فمطلوب من مواليد الميزان ان هم ما يبالغوش في المخاوف وفي القلق اللي جواهم عشان الفرص ما تضيعش منهم، لكن هيكون عندهم الحظ افضل من بعد 3:15 العصر، وممكن يكون عندهم فرصة بعد 3:15 العصر ان هم يقضوا اوقات رائعة اجتماعيا وكمان عاطفيا.